السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم حياتنا. أريدكم اليوم أن تقولوا لا، تقولونها بأعلى صوتكم وبكل ثقة ويقين، ولكن تقولونها لمن؟ تقولونها لكل إنسان يريد أن يحبطكم ويقول أنكم لا تنفعون لشيء ومستحيل أن تنجحوا أو تتميزوا في حياتكم. وأريدكم أيضاً أن تقولونها لأنفسكم كلما أصابكم الإحباط وقارنتم أنفسكم بالآخرين وقلتم أنكم من المستحيل أن تصبحوا مثلهم ومستحيل تكونوا مشهورين أو مميزين أو مثلاً تمتلكوا ثروة أو حتى تكونوا سعداء. وخذوها مشاهدين الكرام قاعدة، إذا غيركم استطاع أن يصل إلى ما يريد فأنتم بالتأكيد تستطيعون أن تصلوا، ولكن الفرق بينكم وبينهم أنهم لم يسمعوا كلام المحبطين ولا السلبيين وكملوا في طريقهم. الطالب تايلور دوم، طالب أمريكي، حين كان عمره سنة ونصف أصيب بالسرطان ففقد بصره، ثم فقد ساقه اليسرى، ثم في عمر العاشرة استطاع بعد ذلك أن يستمر في دراسته حتى وصل إلى سن 18، واستطاع أن يحقق المركز الثاني على زملائه في الصف، فحصل حينها على منحة من جامعة ستانفورد، كما أجاد التمثيل وشارك في قيادة فريق مدرسته لألعاب القوى، وأيضا تمكن من ركوب الخيل والتزلج على الجليد وركوب الأمواج، وينوي كذلك التخصص في دراسات البيئة وأن يصبح عالم أحياء. يقول: ليس هناك مجال لاجترار المرارة، لقد وجدت أن النجاح يتحقق من السلوك الجيد والقيام بالأمور التي تحبها، حتى أصبح هذا الشخص من يتعامل معه يندهش من تصميمه على النجاح ويقول: إذا كان تايلور قادراً على القيام بكل تلك الأمور فأنا بالتأكيد سوف أقدر على القيام بما قام به. مشاهدينا الكرام، كل واحد يسأل نفسه: هل تعرف قيمة نفسك؟ بالتأكيد ستقول إنك غالي وما لك ثمن، ولكن المقصود هنا هل تعرف قدراتك وإمكاناتك؟ هل أنت حقيقة مستفيد من هذه القدرات 100%؟ أسئلة كثيرة لا نوجهها إليك فقط، ولكن حتى نوجهها لأنفسنا حين تأتينا حالات الإحباط وتأتينا حالات الفشل ونشعر حينها أننا لا نساوي شيء ولا أهمية لوجودنا في الحياة. أيضا تأتينا حين نرى الآخرين ناجحين وننظر إلى أنفسنا فنعتقد أنهم يتفوقون علينا، وفي الحقيقة هم لا يتفوقون علينا، ولكنهم عرفوا كيف يبرزون أفضل ما لديهم، وأيضا عرفوا كيف يتميزوا في الجانب الذي يعرفونه. وأنت كذلك المطلوب منك أن تعرف بماذا تتميز، ولذلك حتى تستثمر حياتك بشكل أفضل وحتى تتميز بأمور لم يفعلها غيرك، عليك في البداية أن تعرف ما هي قدراتك وما هي مواهبك وميولك، وبشكل أوضح أن تعرف ما الذي تستطيع أن تقدمه للحياة ولا يستطيعه أحد غيرك أن يفعله. كل واحد منا خلقه رب العالمين بصفات وقدرات خاصة فيه تميزه عن غيره، وهناك من استطاع أن يكتشف هذه القدرات وينميها ويستثمرها، وهناك من لا يعرف في الأساس ما هي مواهبه، وإذا عرف مواهبه فإنه في الحقيقة لا يهتم بتطويرها. ولننظر إلى الصحابة رضوان الله عليهم، كل واحد منهم تميز بخصلة معينة. معاذ بن جبل مثلا: أعلم أمتي بالحلال والحرام. خالد بن الوليد: سيف الله المسلول. عمرو بن العاص تميز بالذكاء وبالدهاء، وبالتالي لم يشتهر مثلا خالد بن الوليد في الشعر كحسان بن ثابت، ولم يشتهر مثلا عمرو بن العاص بالفقه، إنما هي قدرات تميز كل إنسان بها عن الآخر، قدرات مختلفة. والآن نسألك مرة أخرى: ما مميزاتك ومواهبك أنت؟ وما الأمور التي تبدع بها وتستطيع أن تحقق بها ما يعجز عنه الآخرون؟ هل تتميز مثلا في برامج الحاسب الآلي أو في الأعمال التطوعية؟ هل تملك مثلا قدرة على الخطابة، قدرة على الإلقاء، أو قدرة على الرسم أو التخطيط، أو حتى تمتلك قدرة بدنية، أو قد تكون لديك خاصية إنتاج الأفكار الإبداعية؟ مميزات كثيرة جدا، لا شك أنك تتمتع بواحد منها على الأقل. وحتى تتوصل إلى معرفة نفسك عليك أن تلاحظ نفسك، ماذا تحب
وإلى ماذا تميل، وأيضا يمكنك أن تستعين بأحد من أصدقائك حتى يعطيك رأيه بكل صراحة. المهم ألا تستصغر نفسك أبدا ولا تستهين بأي قدرة من قدراتك. هذه نصيحة يقدمها طبيب نفسي، يقول خذ ورقة وقلم واكتب فيها 10 أمور إيجابية عن نفسك وعن شخصيتك. ما الصفات الجيدة فيك؟ ما هي قدراتك، مواهبك؟ ما هو الإنجاز الذي قمت فيه في حياتك؟ عمل إنساني مثلاً، أي عمل إيجابي مهما كان بسيط اكتبه، ودون كل أعمالك بدون أن تنتقص من قيمة أي عمل فعلته وتراه جيد. بعد ذلك اشعر بداخل نفسك بالفخر بأنك أنجزت هذه الأعمال، واعقد النية على عمل المزيد منها. وبالطبع لابد أن تشكر الله سبحانه وتعالى على أن وفقك لهذه الأعمال. أيضاً عدد صفاتك الإيجابية ومواهبك وافتخر بها واجعلها سبب كي تتميز، ولتكن لك دائماً بصمتك الخاصة في الحياة. لا يوجد حقيقة ما يسمى بوقت متأخر كي تبدأ في تحسين نفسك طالما أنك لا زلت على قيد الحياة. الحياة هي حياتك أنت، وأنت الوحيد المسؤول عنها. لن يتوسل إليك أحد أن تكون ناجحاً، حتى صديقك قد ينصحك مرة ومرتين وثلاث، ولكن في النهاية سيتركك إذا لم يجد منك الهمة المطلوبة. ولا تكن نسخة من غيرك، فالله سبحانه وتعالى خلقك فريداً وحدك. الحياة التي منحنا الله تعالى إياها فرصة لا تتكرر، وعلينا أن نتعلم كيف نستفيد منها. الناجح يؤمن بأن مصيره لا يقرره الحظ أو الصدف، بل العمل والتوكل على الله سبحانه وتعالى ثم الرضا بعد ذلك بالنتائج. يرى أن مهما كانت هناك اختراعات إلا أن هناك دائما مجال لتقديم الأفضل. كل واحد نكرر له بصمته الخاصة ولديه قدرات في مجال معين. لا يشترط أن تكون هذه القدرات في مجال تخصصه الوظيفي أو حتى في دراسته، لذلك يجب علينا اكتشاف هذه المهارات والقدرات. لابد أن نبدأ التغيير من الآن، فالكثير من المواهب أصبحت الآن تدر دخلاً على أفرادها. حدد ماذا تريد أن تكون، ماذا تحتاج من معرفة كي تتقوى في هذه المهارة، وكلما تعمقت في المعرفة تميزت في مجالك بإذن الله، وأصبحت بصمتك أكثر وضوحاً وأعمق وأثراً. أنت من تشكل بصمتك التي تميزك عن الآخرين، وحتى تشكلها لابد أن تتسلح بالمعرفة، ولأنها صنع يديك لن يستطيع أحد أن يقلدها. فلتكن عزيزي المشاهد ماركة أصيلة. الطريق يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى جدية ومثابرة، فلا تقلد أحدا، كن أصيلا. ما الذي يساعدك؟ اللي يساعد أن تكون أهدافك واضحة، وأن تركز على الأمور التي باستطاعتك القيام بها، وأن تدير وقتك بالشيء الأفضل. حاول دائما أن تتجاهل كل من صنعته الانتقاد فقط، لأنك حقيقة لن تستطيع مهما فعلت أن ترضي كل من حولك. فكل واحد له وجهة نظر ورأي خاص به. المهم أن تكون مقتنعا بما تفعله، وتدرك بأن ما تفعله هو الصواب، فلا تضيع وقتك أبدا في القلق من رأي الآخرين بك. اعرف مميزاتك واسعى إلى تطويرها وفعلها، وأنجز ما يجعلك مميزاً ويجعل لك بصمتك الخاصة في الحياة. أتمنى أن يعجبكم هذا الموضوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.